الغزالات، أهلا، مساء الخير عليكم. سالات السيمانة، غدا الخدمة، قراية، كنفرحو ملي كنشوف الدراري المدرسة. المهم درت اللايف، البنات اللي كانوا في السطوري غيعرفو، غير باش نجاوب على أسئلتكم ديال الدورة. معرفتش واش غنخلي هاد اللايف ولا لا، سينو واخا ما نخليهش معوله انني غدا ان شاء الله ندير لكم فين غبرتي ويكاند اختي، شويه الوقت ديال العائله وهذا، وكنت قاريه دونك حتى الا ما خليتش اللايف غادي ندير لكم ريل غدا نشرح لكم فيه، حيت بزاف الناس كيسولوني كل مره كنعاود في السطوري الشرح، دونك نخليه في سميتو من الاحسن يبقى ايبانغلي هنا في الباج. واش الصوت والو ولا غير عندي؟ كتسمعوني البنات مزيان؟ دونك نبدا نستقبل اسئلتكم على الدوره. بزاف الناس ما عارفينش الدوره كيفاش كدوز، فاش غتنفعهم في حياتهم، فين هو الزعلوله البيضاء. هاد البنت بقيت عاقله عليها غير بالزعلوله البيضاء. ولدي دابا كيقرا في واحد المدرسه سميتها بياس صالنجاك، وبالدارجه كتضحك، كنت قلتها في واحد الفلوق، قلت لهم سميت المدرسه بياس صالنجاك، بياس هي بيضاء، صالنجاك هي زعلوله، الزعلوله البيضاء. وبقات كل مره تقولي فين هو الزلوله البيضه، فين هو ديك الزلوله البيضه، الزلوله البيضه غريبه بالمغربيه في شكل الزلوله البيضه بها صالنجاك، زوينه بالتركيه. دونك قلت لكم بزاف البنات ما عارفينش كيفاش كدوز، لا بالحق بزاف كيسولوني على حتى لي سيونس انديفيديوال، مي بالنسبه لهذوك في البريفير تشرح لهم ريم كيفاش كدوز. في النمره اللي كنخلي لكم، شحال هادي ما شفتك، مرحبا حبيبة. نحل بيسي، باغا غير ناخد واحد سميتو. البنات بما نطلع على واحد اللعيبة، عطوني الأسئلة ديالكم، شنو اللي كيبان لكم ضباب في الدورة، زعما شنو اللي ما واضحش باش نجاوبكم عليه. مجد مزيونة، خليكم ليلي. نجمع الأسئلة ونجاوبكم. اهلا اهلا اهلا، بدا نشرح لكم محاور ديال الدور. بزاف الناس كيسولوا بعدا شنو المحاور ديال الدوره. دونك الدوره غادي يكون فيها، وحيت في السطوري ديما كنقول غير الاسامي ديالهم، ما كيعرفوش زعما شنو غادي يكون فيهم. دابا نشرحهم بالديتا. دونك اول محور في الدوره غادي يكون عندنا هو ديال المسؤوليه، حيت المسؤوليه هي نقطه البدايه ونقطه التغيير. محدك نتايا باقي ما خديتيش المسؤوليه ديال حياتك من كاع الجوانب ديالها في يدك، ما غاديش يكون التغيير. محدك انت باقي في كل خطوه كتلوم الاحداث، الظروف، الناس من حولك، الدوله، الحكومه، الباترون ديال الخدمه، ما يمكن لك تغير حتى حاجه في حياتك. هذه اول وحده غنخدمو عليها في الدورة. أنا مدمنة على فيديوهاتك، أنت مضاد للفشل ومحفز للإجتهاد. يا أختي خليك ليلي، ضحكتني مضاد للفشل ومحفز للإجتهاد، خليك ليلي كبير. دونك أول محور في الدورة هو المسؤولية، بيان سيغ تما في الدورة غيكون ديتاي. تاني محور غادي يكون هو التعرف على الذات أو إدراك الذات. اولا خصنا باش نبداو الطريق، احنا دابا خدينا المسؤوليه،
عرفنا المسؤولية ديالنا وخلاوها تورك صبعنا في كل حاجة، اليد ديالنا في كل حاجة كتوقع في حياتنا. كتجي الدورة البنات اللي كيسول على لي ديطاي ديال لي طاريف وداكشي، راه النمرة مخليها لكم تواصلوا. دونك صافي، عرفنا ان كل شيء في يدينا وتغيير ديال حياتنا في يدينا، في يد الله قبل كل شيء، يعني كل شيء في يد الله، ولكن ربي خلى لينا حنا السعي وخلى لينا كل شيء، وقال لك الا ما سعيتيش ما غتشوفش النتيجه، زعما وان ليس لامرئ الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، يعني ما عندكش الا اللي غتسعي ليه. دونك من بعد الله مسؤوليه ديالنا، اوكي، فشلنا في حياه مسؤوليتنا، نجحنا في حياه مسؤوليتنا، حتى حد ما مسؤول على هادشي. كيكونوا عوامل اللي حنا باش نوضح واحد الحاجه، كيقول لك فلان دار ليا هكا وانا مرضت وتازمت، فلان فعل ليا وانا كذا، فلان هادي وانا كذا، هذاك فلان عطاك وانت استقبلتي، هنا كتكون المسؤوليه ديالك. كيقول لك انا مالي مسؤول على فلان دار ليا، لا هو عطاك وانت خديتي. مثلا وحده تفارق معايا وجرحني وبقيت متالمه ودخلت في اكتئاب، هو عطاك هذيك المشكل وانت استقبلتي ديك المشاعر. حيت كاينه، نقدر نجيب لك دابا 20 مثال ديال بنت تفارق معاها وغدرها وما عرفتش شنو، واقفه على رجلها وناجحه في حياتها، 200 وحده والالاف ديال الوحدات اللي تقصحت في الحياه، سواء اللي مات لامها سواء اللي هذا، واقفين على رجليهم. دونك كاين شي خلل، دونك انتيا مسؤوله الا انتيا تحطمتي في الاكتئاب ونعستي وشديتي المنطقه. هذه الاولى اللي نجحات عطاتها الحياه من هنا وهنا، ما استقبلاتش، صدات هذاك المشاعر الخايبه بقوه راسها ونضت قعدت. الثانيه اختارت انها تلوح اللوم على كل شيء، حيت راه زوين انك تلوح اللوم على كل شيء، راه صعيب، راه كنتفهم الناس اللي باقيين دور الضحيه، راه ماشي ساهل انك تشد المسؤوليه ديال حياتك في يدك، ومش ساهل انك تقولي، رغم انهم نوعا ما كل شيء واعي بهذه القضيه وكي ما بغينش يدخلوا العقل، ما بغينش يستوعبوها. كلشي كيقول لك سري سري، انا اللي عطيتك وش، زعما يوز باردم، انا اللي كبرت لك الشان توليتي جاي تفرقع عليا، انا اللي فعلت لك، كاينه ولا ما كايناش؟ كلشي كيقول لك سري نوعا ما. كلشي عارف بان سري انا الفاعل، انا اللي كبرت لك الشان، نفختك بحال البالون تفرقعتي ليا في وجهي، نوعا ما عارفين اننا حنا اللي مسؤولين على هادشي كامل، حتى من الحاجه الخايبه اللي كتوقع لنا حنا اللي مسؤولين عليها، حتى من الراجل بيان سور، هنا كنهضر بالتعميم، غيكونوا دي زيكسيبسيون، ولكن حتى الراجل اللي خايب مع مرتو خايب معاه، حيت كاين اللي كيستقبل واللي قابل هذاك التعامل، كتلقاه كيخونها مع وحده ومقاد معاها، مخرجاه من برات العين، من عين البرا كيفاش كيقولوا، اولا مزوج بجوج عيالات، وحده مشطحه وحده لاعب عليها العشرة، يقدر الراجل خايب مالو مقاد مع هادي وهادي، غادي يتعامل معاك كيف ما نتيا. دونك حنا علاش هنا كنخدموا على نغيروا راسنا، كلشي غيتادابط مع هاد فيرسيون جديده، اللي ما غيتادابطاش غيخرج برا، اصلا ما عندنا ما نديرو، فهمتوا؟ دونك هنا هادشي كله داخل في المحور ديال المسؤوليه، غير باش توعوا بالمسؤوليه ديالكم. مني كتوعي انني انا مسؤوله على تغيير راسي وبالتالي تغيير حياتي، انت ما مسؤولاش على تغيير الناس اللي حولك، انت فاش غتغيري اصلا؟ دابا قول لي، واش التعامل ديال واحد مع بنت ضعيفه وغشيمه وهذا، واحد ولا وحده صحاباتها عائلتها غتلقاهم مليحين على الدرك كله، على واش هو نفس التعامل مع وحده مدلعه راسها ومطلع عليها الشان وكتدلع على كل شيء؟ لا، وغتقدري تلقاي حتى في كل بيت في كل دار تلقاي جوج خواتات، وحده هازه المسؤوليه ديال الدار كامله، نهار غتهزي انت المسؤوليه غيلوحوا عليك كل شيء، حيت انت هازه، حيت انت مستقبله، غيلوحوا عليك كل شيء، والاخرى دايره فيها اون برانسيس، غتلقاي كتعامل اون برانسيس، كاينه ولا ما كايناش؟ كيف ما انتي في حطيتي راسك غتلقايه، الا انتي حاطه راسك في البروميير ايطاج ولا في الغيت شوسي، ما يمكنش ليا انا ولا اختك ولا امك ولا باك نمشيو نطلعوا في لاسونسور نقلبوا عليك في الديسيتيام ايطاج، الا انتي حاطه راسك في الغيت شوسي غادي ندقوا في الباب في الغيت شوسي.
دونك الا بغيتي تلقاي راسك والناس يطلعوا عندك ال17 ايطاج، خاصك انت تطلعي ال17 ايطاج. وصلات؟ كنتمنى تكون وصلات. كونفيرميو ليا حيت راه الا ما وصلاتش غنبقى نشرح من هنا حتى غدا، راكم عارفين كنبغي نفصل بهذيك المعلومه. هذا داخل في اطار المسؤوليه اللي غتكون المحور الاول ديال الدوره ديالنا. بيان سور الفرق في الدوره هو انه غتكونوا حتى نتوما داخلين معايا لايف، كنشوفكم كتشوفوني غتجاوبوني، ماشي بحال هكا غتجاوبيني غنجاوب معاك. كتقدر بنت كتقول لي اه انا راه عارفه انني هكا مسؤوله، ولكن هذا وكنبقى نصحح ليه هذاك الشيء وكنتساؤلات بيان سور، حيت حنا في كوتشينغ هنا ما كننصحو حد، ما كنقولوش شنو خاصو يدير. يطلعوا النيفو بيان سور، غيطلع معاك النيفو اللي انت مطلع النيفو، ولا الا ما قدش على النيفو ديالك غيخرج من حياتك. الا انت مطيحه النيفو غيطيح النيفو معاك، ما غيديروش مجهود على قبلك، حيت فهمتي خصك تباني ليهم تستحقين داك المجهود. ملي كتحطي راسك هنا غيشوفوك هنا. واقعيه وصلات واصله صافي. قلت لكم فالكوتشينغ ماشي هو انني ننصحك، هنا كنعطيكم حتى الا لاحظتوا عمرني ما كنقول لكم تعاملي هكا ولا فعلي هكا ولا هضري مع الناس هكا، انا كنقول لك غير كيفاش خصك تقدري راسك. كنقول لك بشكل عام، حيت حتى في الكوتشينغ وحتى لي سيونس انديفيديوال عمرني كاين عندنا واحد القضيه بوحدها في الهوليستيك، فاش كنرجعوا للماضي وحياتك كامله كنشملوها، اللي حتى هي كتكون عباره عن اسئله ولكن كتكون قاصحه شويه، كنواجهك مع راسك مع الاحداث اللي في حياتك. باغ كونط في الكوتشينغ زعما ستيل جرو الموديل العادي الباسيف كيكون اسئله شويه ظريفه ما قاصحش بزاف، الهوليستيك شويه قاصح، ولكن كنحتاج بعض المرات هكا شي مرايه اللي غادي توريك وجهك ديال بصح. فقلت لكم ديما كتكون اسئله، مثلا اللي قالت لي ولكن راك دا وراجلي، اوكي مثلا كتقول لك راجلي اللي ما خلانيش نقرا، اولا والدي، اغلبيه كيقول لك والدي اللي ما خلانيش نقرا، هما اللي حبسوا لي قرايتي. كنقول لها اوكي شنو درتي انت باش تقراي؟ هما منعوك، انت شنو درتي باش تقراي؟ هنا كيبدا طريق. كتبدا تدور في عينيها كتلقى راسها ما دارت حتى مجهود. كنعرف بزاف البنات، مهم حنا هنا ما كنقولوش الغلط او الصحيح، كيف كنقول لكم ديما كل شاف داكشي اللي جا مناسب ديك الساعه دار. اللي كتقول لك هربت من الدار وقريت ونهار شديت الاجازه رجعت للدار وبابا افتخر بيا، انا عندي حصه غدا معاك متشوقه لميا سميتك، هضرت مع ريم قالت لي غدا كاينه واحد السيونس اورجون مع 12، مرحبا ما شاري حتى انا متحمسه نتلاقى معاك زعما جديده. قال البنات اللي خدامه معاهم مؤخرا كلهم شادين معايا المدى الطويل، كلام على صواب. دونك اختي النمره نمرتك النون ديال لاسيستون ديالي باش تغيزيرفي رونديفو بوغ اون سيونس كوتشينغ انديفيديوال ولا باش تسجلي في الفورماسيون. دونك قلت لكم علاش كنا كنهضروا هنا كتبدا الطريق. قلت لكم بزاف البنات هاللي هربات، هاللي كنعرفهم حتى انا شخصيا، هاللي مها عاونتها ونقزت من الشرجم ومشات لنهار الامتحان، بقات كتحفظ عن بعد حيت باباها ما خلاهاش، بقات كتحفظ عن بعد وتوجد مع الناس ويجيو عندها صحاباتها في الدار، ونهار الامتحان هربت من الشرجم بالمساعده ديال مها ومشات الامتحان ونجحات. ديك الساعه با كاش غايقول؟ غادي عايز غرات البنت واحد شدت الباك، فهمتي؟ بزاف البنات تحملوا مسؤوليتهم، ما قالتش بابا ما خلانيش، مشاو يقراو. بيان سور انا ما كنقولش لكم انا هربوا، غير باش تعرفوا تتعدد الطرق، كل وحده كيفاش كدير. كاينه اللي كتقرب لها مع باباها كتقول لي انا غنقرا في الاخر ملي كيشوف بنتهم باغا تقرا سميتو، كاينه اللي غدير ليه تأنيب الضمير، يعني كاينه اللي غتقدر تقول لي غنقرا بغيتي ولا كرهتي، هذا تيقطع الهضره، ولكن هي غتقرا ومن بعد غيتصالح معاها، حيت ما كديرش حاجه اللي عيب ولا حرام ولا خايبه. كاين اللي كتدير ليه تأنيب الضمير المانيبيولاسيون مشاعريا عاطفيا تبتزو تكيلين كيقرا، بزاف ديال الطرق بزاف ديال الطرق، ولكن قرات شدات المسؤوليه ديال القرايه ديالها، ما قالتش بابا ما قرانيش وقصت في الدار. هنا غير باش نشرح لكم ان كاع لي سيتوياسيون كاع اللي كنتخبى وراهم كتقول لك والديا ما قراونيش، انت شنو درتي باش تقراي؟ انت اللي مسؤوله على حياتك، شنو درتي باش تقراي؟ كيف ما كيقول الله في الايه، وان ليس لامرئ الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. دابا نتيا في قرايتك هذاك الباك اللي غتقريه وغتشديه، وان ليس لامرئ الا ما سعى، هذا الباك توسعي
هاد الساعه الا سعيتي ليه سوف يرى. دونك ملي باك كيقول لك جلسي في الدار وتانتي كتجلسي في الدار، هنا حبستي السعي على قبل هاد القرايه. ربي كيقول لك تانتي مسؤوليه، ما قالش وان ليس لامرئ الا ما سعى ليه والديه وخوته وجدوده، ليه هو اللي سعى ليه. علاش كنقول لكم حنا اللي مسؤولين على سميتو؟ دونك ماشي مشكل. انا يلا دخلت اللايف، داكشي علاش صوت، بغيت نفهم باش نسمع البنات. غادي ما كنتش باغا اونغيستري اللايف، دايره غير حسيت وبغيت نشرح لهم الدوره، مي اوكي نخلي اونغيستري حتى. الوغ هذا المحور الاول ديال المسؤوليه، بيان سور في بزاف لي ديتاي، وكيف قلت لكم كنواجه البنات اللي غيدخلوا كاين ما كيكونش عندها مشكل، كتكون متاخده مسؤوليه حياتها، كتكون دخلات المجال ديال التنميه الذاتيه مده كبيره. انا بعدا شخصيا درتي معايا تقنيه البرمجه على سلوك الغضب وغوات على كل شيء، دابا بحال الا كنت كنكذب الهدوء التام. هاد التقنيه في راسكم كنستعملها بزاف ديال تغيير السلوك. انا علاش عيني دماو شي ما كيوصلني شي غوتور من هاد البنات، ما عرفتش علاش كندير سميتو. قلت لكم هاد التقنيه بالضبط، واحد السيده في المانيا، واحد السيده في ايطاليا، بالحق هاد البنت باقي ما سمعتش من عندها غوتور. يلاه جديده السيمانه اللي فاتت درنا سيونس، وقلت لكم البرمجه اللغويه العصبيه كتبدا سيمانه جوج، واحد ثلاثه سيمانات كتبان، اصلا السيمانه الثانيه كيبدا يبان لكم سميتو. قلت لكم بزاف د العيالات كيجيو عندي عندهم الغضب الشديد، وهو كيكون عباره عن تراكمات كاينه لداخل. دونك كندير معاهم دي زيكزيرسيس او تقنيات باش كيخرجوا داكشي اللي متراكم اللي كيخليهم على قد هكا كيبداو يغوتوا، ما كاين والو، هي كتغوت. هذاك عباره عن تراكمات كتخرج على خصك تقيسيها. كنديروا دي زيكزيرسيس ديال التحرر من المشاعر الخايبه، ثانيا تقنيه ديال نحيدوا دوك التراكمات، وكنعطيهم واحد التمرين واعر كيبقاو يديروه مده سيمانه، كل نهار كيديروه على شخص من الاشخاص اللي حسوا براسهم تاداو من جهتهم وعامرين من جهتهم، كيخوي وكتمشي ديك السيمانه كتبقى تخوي 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 كل نهار على واحد، كترجع دي السيمانه الثانيه متحرم مشاعر خايبه زائد بردت غضيضه في كاع هذوك اللي ماشي مهم. هادشي كله في البرمجه اللغويه العصبيه كتخوي، دونك ما كيبقاوش تراكمات، كتكون خوات. ثانيا تحررت من مشاعر خايبه، ثانيا كنديروا تقنيه تغيير السلوك او العاده، حيت الغوات حتى هو بزاف كيولي عاده. بحال مثلا كتكون عندك العاده انك تغوتي على راجلك بزاف، ولكن مع كاع الناس هذا كتقول لي انا كتجي عندي كتقول لي ما كنكونتروليش راسي. لا اختي سمحي لي، اذا كتكونترولي راسك مع ولدك ومع عدوسك ومع باك، دونك انت اللي ما باغاش تكونترولي راسك مع راجلك. الواحد اللي ما كيكونتروليش هو اللي ما كيكونترولي مع التحد، ما عندوش كونترول اصلا. هذاك اللي ما كيكونتروليش ما غايجيش عندي. خدمتو مع البسيكولوج دواء مع البسيكياتر، فهمتو؟ كيكون وصل حاله مرضيه. حناش عارفين الناس اللي ما كيكونتروليوش راسهم راه كيديهم السبيطار الحماق حتى لهذيك الدرجه. كاين درجات خفيفه، وملي كيولي عنده خطر على البشريه كيمشي للسبيطار. دونك اصلا خدمتنا ماشي معاهم. مادام انت واعيه براسك وهذا وكتعاملي مع كلشي مزيان، وراه كيكون هو مستفز. كنعرفوا بزاف ديال العيالات عندها زوج مستفز، وكتزيد هي تستفزو بالهدوء ديالها، المهم يعني ما كتسمحش ليه حتى انه يستفزها. الاستفزاز راه ما يمكنش شي واحد يستفزنا من برا الا ما كناش حنا حاسين بالضر من الداخل. مثلا الا ما كنتيش نتيا البنت اللي كتسول على الحصه، راه النمره تما صيفط ميساج راه جاوبك في البلاصه الا كان وسط النهار، الا كان في الليل الغد ليه وصلك الجواب، حتى الا كانت شاده التليفون بعض المرات كتجاوب في الليل. دونك قلت لك الا كنتي انت مثلا ما كتحسيش في الداخل ديالك بواحد الاحراج من راسك، حشمه هنا من فورم تاعك ولا من هذا، ما يمكنش شي واحد يجي من برا واخا يبقى يعيب على فورمتك، والله ما دير فيك قد هكا الا كنتي مصالحه مع راسك. كنشوفوا دابا بزاف الناس في السوشيال ميديا ولاو كيستهزؤوا بسيفتهم وكيضحكوا ومتصالحين مع راسهم، ما عرفتش هذوك. المهم هذيك الحاله فيها شويه الاسئله، ولكن المهم قدروا ناخذوها كمثال. انتي ما حدك شي حاجه ما حاساش بها لداخل، حتى حد ما يقدر يستفز فيك ديك المشاعر من برا، انتي كتكون عندك لداخل. دونك حنا ملي هنا كنتحرروا من المشاعر الخايبه، وملي كنديروا التكنيك ديال تغيير السلوك او العاده، حيت كتولي عندك عاده انك تغوتي، عاده انك مثلا تبكي، حتى هو عاده، هي مشاعر تراكمات ولكن عاده او ميم. وكنديروا تغيير السلوك قلنا، وتحرير المشاعر، و تحرير التراكمات اللي تجمعوا عندك.
دونك المهم باش ما نخرجوش من الموضوع، انا تليفوني راه درت لكم لايف وانا كاع 20% قلت غير نشرح لكم الدوره ونخرج، ولكن كيجيو اسئله وما كنقدرش ما نجاوبكمش. انا بعدا كنحماق على النصائح ديالك كنستافد. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا، الله ينفعكم. ثاني محور هو قلت لكم التعرف على الذات، بزاف الناس ما عارفينش ريوسهم، كل ما كيسحب لينا عارفين راسنا. وشي انا باقي ما تعرفتش على راسي مزيان، فهمتوا؟ ديما كيبقى الحمد لله ربي خلقنا احسن الخلق وميزنا على كل شيء بالعقل، ميزنا على الحيوانات بالعقل، وكيقول لك افلا يتفكرون ولا افلا يتدبرون في القران، وبزاف الايات كيقول لك ديال افلا يبصرون، حنا عندنا حجاب ما كنشوفوش. زائد ميزنا على الملائكه بالاختيار، الملائكه ما عندهمش لا لوكس ديال يقولوا لا، مامورين، عبد مامور دير هكا كدير. حنا عندنا حق الاختيار، ملي كنقول لك عندك حق الاختيار راه داخله في ان عندك الحق اختيار الزوج اللي بغيتي، عندك حق اختيار الحياه اللي بغيتي، عندك حق انك تختار واش تبقى فقير ولا تمشي للغنى وتسعى ليه، عندك الحق تختار كل شيء، انت مخير. كاينين امور اللي حنا مسيرين فيهم، ولكن في غالب كل شيء حنا مخيرين. دونك الا انت لحد الان باقي في بلاصتك وما زدتيش القدام، ما درتي حتى حاجه في حياتك، دونك هذا ليس الا لانه باقي ما عرفتيش القدرات الحقيقيه اللي عطانا الله. عرفتي شنو هي؟ عندك دماغ، راه الدماغ باش اينشتاين ما عرفتش اختارها، راه الدماغ باش ايلون ماسك ما عرفتش دار، راه الدماغ باش تصايب التليفون، باش تصايب هذا الضو، باش تصايب باش دار شنو هو تمرين تحرير المشاعر، تمرين ديال البرمجه اللغويه العصبيه كيدار بالهيبنوز ما نقدرش نديرو هنا، وما نقدرش نعطيه لك ديري راسك، اولا ما غتعرفيش ديري، ثانيا يقدروا يخرجوا ديك الساعه شي مشاعر اللي ما تقدريش ما غتعرفيش تتعاملي معاهم، دونك ضروري يكون معاك ان اكسبير ولا بروفيسيونيل في الدومين يخدموا معاك، ما يمكنش لك تخدمي بوحدك. تقدري تلقاي في يوتيوب شي تمارين ديال الميديتاسيون وداك الشيء العادي تقدري تعاوني به، كيعاون بالتكرار. دونك قلت لكم الا كنتي باقي في بلاصتك وباقي هذا، دونك كاين غلط، كاين غلط. لابد ليبنوز، كنبسطو القضيه بالهيبنوز، نقدر نقول لك كنديروا الهيبنوز النصفي حيت ا ديستانس، الهيبنوز الكامل خصو يكون حضوري. بلاصت دابا حتى انت بالعقل ديالك الواعي، بعض المرات كتقدري كتخرج المقاومه، ماشي بعض المرات، اغلب الاحيان، واخا انت كتقولي انا باغا نتحرر من هذه القضيه، كاينه المقاومه ديال العقل الواعي كيبقى يفكر كيقاوم. دونك فاش كنديروا الهيبنوز كنحيدوا داك الحاجز ديال العقل الواعي وكنمشيو للعقل الباطني شنو نقادوا الامور معاه، كلشي بخير وصافي، كنتهنى احسن حاجه. علاش اودي يا مجد حنا كنا اغلاط؟ بيان سور كنا اغلاط، الله يهدينا الطريق المستقيم. قلت لك علاش دابا دوك التمارين والتوكيدات وخط سنطريهم كل نهار، علاش التاثير ديالهم كيبان معطل بزاف؟ حيت نورمالمون الا برمجتي عقلك الباطن انني انسانه ناجحه غتولي تنجحي في كلشي، دونك علاش انا كل نهار كنسمع التوكيدات ديال انا ناجح انا ناجح انا ناجح، ولكن هاد الشيء ما كيوقعش؟ خصك تصنطلي اعوام باش يصدق. انا كنقول ديما انا من الحوايج اللي عاونوني في حياتي ان والديا كانوا مفتخرين بيا، كنت انا باغمي لي بروميير في الكلاس ديالي وفي ليكول وفي كل شيء، دونك كانوا ديما مفتخرين بيا، مجد بنيتي ذكيه، مجد بنيتي هادي بغيونط، مجد بنيتي هادي، مجد بنيتي. كنت كنسمع هادشي من الصغر، تكرار توكيدات، دونك برمجوني ديجا والدي الحمد لله، كنقولها ديما من الحوايج اللي نفعوني. انا سمك انا سمك. دونك وليداتكم بهاركة ما تقول ليه مكلخ، انت ما كتفهمش، انا عارفاكم اليوم عرفتي واحد الطون ديال الوراق ديال الواجبات المنزلية لي دوفوار اللي درنا مع مارت، بيان سور التلوين وداكشي. عمر دار معاه شويه شويه يتعصب، يلا غيبدا يقول لي واعي عباد الله واش ما كتفهمش، قلت ليه حيد قدام الدري، ما خصكش تقول واش ما كتفهمش، واش انت مكلخ؟ لا، الا غتعصب ما ديرش معاه التمارين، حسن دير فيه خير ما تبرمجوش. المشكل هو كلشي كيبغيك ملي كتكوني ساجه، وملي كتبغي تبدلي ما كيحملوكش. ضغطتي على واحد النقطه حقيقه حقيقه. غنقول لك واحد الحاجه،
اون فوا غتبداي في طريق التغيير كوني عارفه ان بزاف ديال الناس غتخليهم وراك، او بالاحرى ماشي انت اللي غتخليهم، هما اللي ما غيتقبلوش التغيير وغيخرجوا من حياتك. انت فاش غتخرج من الجماعه وغتبدا تفكر زعما ديفيرامون عليهم، ما غاديش يتقبلوك غالبا. ما غيبقاوش، لا انت غتبقى ترتاح في الجلسه معاهم لا هما غيبقاو يرتاحوا. انت تغيرتي، اول حاجه خصك تحيدها بعدا هي النميمه كروح. عمرني كنت كنديرها انا، ولكن بعض المرات كيكونوا الناس كيهضروا كنت قادره تشاركي في الهضره. الله يغفر لينا يا رب. عامين دابا انا شي داك التعليق على داك الشخص اللي كيهضر عليه ما كنجلسش اصلا مع جماعه كينما. تخيلي معايا انت كاع صحاباتك دابا اللي كتضلوا تهضروا على خديجه اللي مشات لطاليان، وفلانه اللي تزوجت في فرنسا، وفلانه اللي حرقت في اسبانيا، وفلانه اللي تزوجت في تركي. تخيلي معايا تجلسي معاهم وانت ما كتنميش، شنو غيبقاو جالسين معاك؟ تخيلي معايا والخيبه هي انك فاش يلاه كتكون داخله لهاد الدومين كتبغي تجريو معاك، فاش كتكون داخله لهاد الوعي كتبغي تجريو معاك. دونك ماشي غير ما غتشاركي واش في النميمه، وانما غدي تقول لهم البنات ما تبقاوش تنموا راه هذه انت ما تبقايش تقدري ترتاحي تجلسي معاهم، وهما ما غاديش يبقاو يقدروا يجلسوا معاك حيت ما خاصهم اللي قرقه بالنام معاهم. دونك غادي يخرجوا، ومن باش ننام واحد الناحيه اخرى ما كتبقاوش نفس التردد اصلا. دونك شوفي، واخا تسطيتي تسطي وتركلي تتركلي وتحاولي على ديك العلاقه حتى تحاولي، غتلقايهم خرجوا من حياتك. كوني مستعده لهذا الثمن، دفعي هذا الثمن ديال بزاف الناس غيخرجوا من حياتك. شوفي عرفتي كتوقع اسباب تافهه باش كتسالي العلاقه، اولا بعض المرات وما كاين حتى سبب كتقطع الصله كتقطع. كتكونوا كتهضروا يوميا شويه مره في السيمانه، شويه جوج في السيمانه، شويه مره، شويه شهر، تلقاي راسك من العيد للعيد راه القلوب طيبه بيناتكم. العيد للعيد السلام السلام كي دايره هادي مبروك عيدك، ولكن راه العلاقه ما كتبقاش. كوني معوله عليه، ما يمكنش لك تغيري الافضل ويبقى معك صحاباتك كاملين. ممكن اللي ينجرف معك، ممكن اللي غادي يزيد معك للقدام غتزيدوا. بعض المرات كيكونوا هكا جوج صحابات بجوجهم باغي طموحات، بجوجهم اصلا كيكون لقاكم الله عندكم نفس النيه في الحياه، وانتم في نفس التردد حيت في نفس التردد تلاقيتوا. دابا كتكوني في الاول صحاباتك الاولين انت فواحد التردد، سمحوا لي على هذه الكلمه، انطلاقا من افلا يبصرون افلا يتفكرون افلا يتدبرون، كتكوني فواحد التردد جهل. كنقول جهل ما كنقول يعني جهل، شوفوا فهموها كيف ما بغيتوا، انا قصدت بها واحد الحاجه جهل. بقى جاهله بزاف الحوايج في الحياه، اجهل لا اعلم. دونك انت واحد التردد ديال الجهل كتلاقاي مع بحال هادوك الناس، هكا كطرا ليا كتلاقاي مع بحال هادوك الناس. النميمه هادي ما عندهم حتى مشغله في الحياه، متبعين هاد الانفلونسرز هادي ويكومونطيو لهادي ويعايروا في هادي. المهم كيكونوا هكا، ولكن انت كتكون ديما عندك واحد النيه تلقاي من الصغر وكتقولي انا غنخدم وغندير ظهري وندير طوموبيلتي ولا ندير لاباس. عندك واحد الحلم، دونك ديجا عندك واحد النيه، وكتكوني ابا هذوك صحاباتك عندك واحد الحياه، كتقلبي في يوتيوب، كتفرجي في دي بودكاست، كتفرجي في فيديوهات. دونك كاينه مفعله النيه، التردد ديالك شويه طالع على دوك الناس، واخا انت باقا معاهم سميت. انت كتزيدي ديري راسك، كتسقي راسك، وانت كتطلع في التردد ديالك. دونك كتبان واحد البنت جديده في حياتك من نفس التردد ديالك دابا طموح. اش كيوقع مع الوقت؟ انت كتزيدي تطلعي الاخرين كاع كتقطع معاهم العلاقه، وهذيك الصاحبه اللي معاك في نفس التردد كتكمل. بعض المرات كدوز حتى 20 عام وكتقدري انت تفوتيها وهي تبقى في بلاصتها. كان يعني كتردد يعني كوعي كتقدري تفوتيها وهي تبقى في بلاصتها، وبالتالي حتى هي كتخرج من حياتك بلا ما تحسي. هذا واقع، غتجربوا تردوا عليا الخبر، وقعت ليا. شوفوا كاع الناس اللي في حياتي، بزاف الناس دابا كيسحبوني مخاصمه مع شحال من واحد، كيبقاو يصيفطوا. انا حيت ما كنبارطاجيش حياتي الشخصيه ما كنقولش. انا اصلا يعني صحاباتي دابا راه كنهضر معاهم في التليفون، كنقول لكم انا هضرت مع فلان ولا هذا، صحاباتي عندي علاقه معاهم بوحدو. ولكن فعلا ان شي ناس ما بقاتش العلاقه كيف ما كانت قبل، بزاف الناس في حياتي بزاف انا. ولكن هادشي ماشي حيت تخاصمنا بزاف، شنو الخلاف شنو هذا شنو قال الله، ما تخاصمت مع شي حد. انا حاليا هاد العامين الاخرين كلها ما تخاصمت مع حتى حد في حياتي، ولكن العلاقه هكا دارت، كاين السلام السلام من العيد للعيد تصوير هكا، ما هكا دارت العلاقه. فهمتوا؟ بصح انا انسانه ما كنبغيش النميمه، ما كنبغيش التبرهيش والهضره في الخوال خاوي،
واخيرا لقيت صاحبتي في 2018، صاحبتي ديال بصح لقيتها بحالي مستغنيه على التفاهه، وتلاقينا كل وحده فينا متشبته بالاخرى سبحان الله. وانا اللي اختي نقول لك صاحبتي امينه اللي تلاقيت معها شهرين دابا هنا من الانستغرام، هي في فرنسا وانا هنا، واحد المحبه زرع ربي في قلوبنا، راه ما نعاودش ليك، راه بحال كنعرفها سنين. اليوم مثلا فاش كنا كنقراو درنا واحد ليكزيرسيس ديال العلاقات اللي عندنا في الحياه، درتها في الاسم، الاسم ديالها حتى هي كان من بين الناس اللي في مركز حياتي. وشوفوا شهرين كأنا كاع صحاباتي اللي كنتو كتشوفو معايا قبل ولا كاينين اللي ما كتشوفوهمش، كلهم ديال 8 سنين 7 سنين، ما كاينش الجديد، ما كنتش كندخل الجديد. وسبحان الله حتى هي في نفس الوعي ديالو هذا ومفاهمين. تخيلي عرفتي ديك الصاحبه اللي كتقدروا تهضروا 4 السوايع في التليفون بلا ما تهضروا في التحد من غير راسكم واحلامكم وحياتكم. تركيز علينا، هي تهضر على حياتها، انا نهضر على حياتي وعلى التقدم ديالنا وعلى وليداتنا، ننصحوا بعضياتنا، نبارطاجيو الوعي. هي شافت شي حاجه جديده انا كنقرا هنا وكنبارطاجي معاها، هي شافت بودكاست جديد انا شفت فيديو جديد كنبارطاجيو مع بعضياتنا الهن. دونك ندوزوا البنات، واك واك منكم نتوما، واك واك. وتا انا برواله لقيتوني كنت غنشرح الدوره في 10 دقائق، التليفون 16% 10 دقائق ونخرج. دونك المحور الثاني اش قلنا؟ هو ادراك الذات. شوفي دابا فين مشينا، اولا خصنا نعرفوا القدرات ديالنا الحقيقيه اللي ما واعيينش بهم ولا نبصرهم. كلنا ربي خلق كل واحد وعطاه واحد الهبه، كتكون هذه شي حاجه اللي خاصه به، كل واحد عنده شي حاجه اوريجينال ديالو، شي موهبه، شي عطاك في يدك مثلا موهبه انك اي حاجه كتشد بيدك، باغا تخدمي الكروشي دغيا كتعلمي، بغيتي تبداي تخدمي شي تصايبي هذاك الشيء ديال الاعمال اليدويه دغيا كيصدق لك يدك، عندك فيها الحرفه من الزياده. كاينين الناس هكا تخلقتي عندك الرسم في يدك، بزاف ديال الحوايج. شوفوا ما جاتني في بالي حتى حاجه، ولكن كل واحد عنده واحد، ممكن تكون هذه الخاصيه عندك واحد الذكاء خطير، واحد الذكاء، واحد الدهاء بوحده. كاين اللي عنده الدهاء، دهاء تجاري مثلا، ذكاء ديالها تجاري، داهيه في التجاره. وكاين اللي غيكون عندنا اكثر، نقول لكم التحرميات باردون جامين كيدير ليا شكين، ما قلتش لي غندير لايف. او 12 ونص كحلتها دخلت، عندي 3 د لي سيونس في الصباح غدا. الحمد لله، الاولى مع 10 الصباح، الثانيه مع 11، الثالثه مع 12، الحمد لله. دونك قلت لكم كل واحد عنده شي حاجه في يده، كيف ما كانت دابا ما جاتنيش في بالي. والله توعب القدرات ديالك وتوظفهم باش توصل لاهدافك، حتى عن الله فين توصل. ولكن حنا كنتغاضاو على النعم اللي عندنا، اللي منهم صحتنا، اننا نبصر، اننا كنشمو، اننا كناكلو، اننا كنسمعو، اننا كنتمشاو بصحتنا، اننا 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 الامكانيات، المهارات اللي عندنا والقدرات اللي عندنا في يدينا، وكنمشيو ما مركزينش على النعم، مركزين على اللوم اللي قلت لكم ما عندكش مسؤوليه، فلان هذا وفلان وقف لي في طريقي وبا ما خلانيش، راجلي ما فاش ليا طاطا طاطا ولا والعار. كل ما تركزوا عليه يتوسع. انت ما حدك مركزه على المعيقات، ما حد المعيقات ستتوسع في حياتك، ويولي اللي غيخرج قدامك غادي يعيق لك طريقك. نهار غادي تركزي على النعم وتولي ممتنه ليهم وتحمدي الله وتشكري عليهم، لا ان شكرتم لا ازيدنكم. نهار غتركزي على دوك شويه الا كتشوفيهم شويه، حيت الناس اللي غالبا يلاه غيخرجوا من دور الضحيه كيشوفوا ان ما عندهم حتى نعمه، هما زعما مساكن محقورين، ربي عطى لكل شيء وما ما عطاهمش، ما عرفتش كيف يظنون بالله هذا. ولكن المهم ربي اللي ما محرم على راسه الظلم، ما عرفتش كيفاش الناس كيظنوا به انه كيعطي بواحد الطريقه ديال يعطي هذا وما يعطيش هذا. كلنا عطانا عقل وقالك نوض 9 عبدي، قالك نوض 9. المهم بلا ما نتعصب، كيعصبني هذا الموضوع. دونك قلت لك نهار غتركزي على هاد النعم اللي عندك غيزيدك ربي، نهار غتركزي ان ربي عطاني وعطاني صحتي وعطاني 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 هادي وعطاني هاد الامكانيات غنقضي بهم ونسعى بهم، ربي غيزيدك. ما غتعرفيش منين دفق عليك الخير. وجميل في الامر ديال السعي، الجميل الجميل في الامر ديال السعي اللي كيعجبني. قريت واحد الميساج طاقه جد بشارك
ما كنخدمش انا الجذب، انا كنخدم على الذهنيه، خلوات تبارك الذهنيات، على العقليه ديال الانسان، على عقله الباطن، البروغراماسيون اللي فيه اللي معيقه، داير معيقه في الحياه، مانعه باش كنبروغراميوه بشكل افضل باش كتوصلوا لداكشي اللي بغا. دونك قلت لكم علاش كنت كنهضر. الجميل في امر السعي هو شنو هو؟ كاع الناس اللي مجربين غيتفقوا معايا انه في السعي انت فاش كتحط هدف وكتكون كتجري ليه، كتسعى ليه في راسكم، راه المساله ماشي هو هذا الهدف، المساله ماشي هذا الشيء اللي باغا مادي ولا معنوي، المساله راه غير في السعي. بزاف كيقول لك دابا انا دابا الامكانيات ديالي خدمت، اولا مثلا بديت كنخدم كروشي وكان صايكان هكاك وكنبيعهم في انستغرام، المهم ماشي هادشي اللي باغا انا، راه كنشوف هنا انا هادشي راه الله يجيب ليا واحد مصايري في 1000 درهم في الشهر. ما واعيينش بانه المساله راه ماشي تم، المساله راه غير في السعي. انت فاش كتنوض تسعه ماشي بالضروره، اغلب الناس اللي كيسعوا راه ما كيوصلوش لذاك الهدف بالضبط، اغلبيتهم كيوصلوا لكثر اولا كيجيو مرزق من هوك، هما كيسعوا لهوك رزق كيجيو من هوك. اللي مجرب غيتفق معايا، كتكوني انت خدامه على واحد الهدف حتى كيجيك من واحد الجهه الرزق ما كت، اولا مثلا شي هادشي يكون حتى معنوي، انت كتفكري في عريس وضاربه على شي واحد في الخدمه، فهمتي؟ كتخدمي السعي ديالك هو كتباني متيبته، خدامه على الكاركتير ديالك، كتعلمي الطياب في الدار، كتعلمي تكوني حادقه، كتعلمي المسؤوليه باش تكوني مرا ديال الزواج، كتعلمي تكوني مستقره وهذا باش تقدي بدارك، هذا سعي للزواج. حيت الراجل راه كيشوفك بحال كيحس بطاقتك، سواء طاقه ديال التفليه سواء طاقه ديال الزواج ديال، حيت واحد الدراسات كيقولوا ان الراجل كيقرر المراه اللي غيتزوج معاه في 3 شهور، 3 شهور الا ما طلبش منك الزواج. هذه دراسات ماشي انا كنقول، الدراسات كتقول على حسب السيكولوجي ديال الراجل، الا في 3 شهور ضرب معاك 3 شهور باقي ما عرفش عليك الزواج، عارفه انه قرر ما يتزوجش. حيت شحال من وحده كتقول لك بقى معايا 6 سنين و في الاخر تفارقنا، صح ماشي بنت 3 شهور وتزوجوا، حيت الراجل في 3 شهور الاولى بناء على الدراسات اللي داروا مع بزاف الرجال كيقرر البنت اللي غيتزوج بها من 3 شهور الاولى. الا باقي مطول معاك العام وما تزوجش العامين دونك ما قررش، ماشي انا اللي كنقول، الدراسات ماشي انا. دونك قلت لك السعي ديالك هو كتخدمي على راسك باش تكوني متبته زينه ثقيله حكيمه مسؤوله، كتماكي كتلبسي مزيان الهندام هكا ضاربه على واحد في الخدمه، حتى كيجيب لك الله واحد ساكن في لندن او لا في طاليان لاباس عليه الدار الطوموبيل الفيلا المشروع وهذا، وانتي خارجه اختي غدا الخدمه داك النهار جا هو عاد مرت خالو شافك انتي غد متبته وغدا الترونسبور طلعتي ديال الخدمه من وجهك من وجهي والو عاتي عرقت عاوتاني وجهي دهني، شافك انتي عاد كترجع للدار كتلقاي جيران سولو فيك قالوا لماماك وبزاف. انا دابا كنعرفتي كنعطي شي تجارب حيت البنات اللي كيجيو عندي بزاف لي سيونس عندهم بزاف القصص، عندهم بزاف القصص كتقول لك سبحان ربي اللي انا كنت هكا، فهمتي؟ كتجي كتلقاي فلان فلان شنو هادي غتمشيو عند الجاره غيجيو عندكم السبت الجاي كتشوفي السيد كيعجبك هادي تيكتي ضاربه على واحد في الخدمه غير نيسور حالك موظف هذا وباقي حتى هو كيمشي معاك في الترونسبور هكا شوفي ربي شنو جاب لك. هادي هي النقطه اللي بغيتكم تركزوا عليها، احسن موضوع اعطيني شي نصيحه كنشك في راجلي بزاف كيفاش نتخلص من هاد الشك. مرت البنت اللي بلا ما نقول المدينه اللي فيها جات عندي تيا قالت لي انا عارفه راجلي ما كيدير والو وهذا، ولكن عندي الشك حيت عندها برمجه من تجربه قبل خدمنا عليها الحمد لله راه بخير، ولكن هنا ما عنديش كيفاش نعطيك النصيحه كو نقدر نقول لك خدمي، حاولي تعرفي شدي ورقه وستيلو وقولي علاش كنشك في راجلي، فكري. ثانيا قولي واش انا عشت خذلان، هادشي ديري في ورقه، واش انا عشت خذلان قبل من دابا؟ الى عشتي شنو هاد الخذلان، شكون خانك، شكون خذل الثقه ديالك، تعرفي على منين جايه هاد البرمجه من بعد. كيفاش غنخدمها معاك والله ما عرفت، حيت حنا من بعد ملي كنلقاو البرمجه كنحيدوها بالان ال بي
ما عرفتش كيفاش غادي تخدميها. المهم تعرفي على الادراك اصلا نص 50% من باش تحل المشكله. من بعد ما تعرفي على هاد البرمجات غتلقاي عندك غالبا قناعه الا كنتي درتيها ان كلهم كيخونوا حيت تخنتي قبل. بقاي تقولي لراسك كل نهار ان راجلي ماشي بحالو، راجلي رجل صالح، راجلي ما غاديش يخوني، راجلي اهل الثقه وانا كنثق في راجلي. بقاي ترديها كل صباح وكل ليل، وفاش تغمضي عينيك ولا كنتي كديري السيناريوهات ديال دابا ما جاوبش غيكون مع شي بنت وهادي طاطاطا، انت غمضي عينيك وشوفي راجلك انه شوفي اللقطه ديال انك عيطتي لي وانه ما جاوبش حيت كاين في غيونيون، شوفي واش كيدير. مش تقنعي العقل الباطن ديالك تلعبي به، غمضي عينيك شوفيه انه ما جاوبش حيت خدام ودابا راه غير خدام ولا جالسه مع صحابو كيهضر في شي موضوع مهم ولا الماتش غيفوتو شي جول ولا هذا، داكشي علاش ما جاوبش ديك الساعه. العقل الباطن ما كيفرقش بين التصور والخيال، دونك غادي تهدن ديك المشاعر ديال الشك اللي عندك والغيره، وغادي تجي بلاصه مشاعر ثقه شفتو اش كيدير، حيت عقلك ديك الساعه كيشوف حاجه وحده ان راجلك جالس مع صحابو ما كيخونكش. هادشي باش غنقدر نفيدك دابا حيت السيونس كنديرو خدمه اخرى. دونك فين كنا؟ قلنا السعي هادشي هو اللي مهم فيه. ويك ويك تغنعاد لكم الدوره فين ولينا. انا بروال هادي بغيت غير نشرح لكم هذيك سميتها ديال السعي، هذيك المساله ديال السعي كنت غير بغيت نشرحها لكم باش تعرفوها. راه مساله ماشي في السعي، كتقولي هذه صغيره اصلا ما دير لي والو، لا المساله راه غير في السعي ماشي في الهدف ماشي في النتيجه، النتيجه على الله. انت خاصك خاص يشوفك غير كتحرك. شتي بحال ديك الام اللي لاباس على ملياردير ولا الاب وولدها ما بغاش تدصو، ما بغاش تجيو تحطو باترون هكا حيت خاصو يتعلم المسؤوليه، نهار غتموت غتخلي ليه الشركات. تكونوا كتشوفوها في افلام تركيه بزاف. اش كتقول لولدها؟ كتقول لي شوف اوليدي انا بغيت نشوفك غير كتحرك، غير خدام على راسك، قنعني انك خدام كتقرا وخدام، وانا ندير لك كلشي، غتشري ليه المرسيدس، غدير ليه هادي، غدير ليه هادي، باغي يدير بروجي لراسو غتعطيه راس المال، خاصها تشوفو عا خدام وراه كذلك. خاصك تسعى، النتيجه ماشي بالضروره كتجيب من ديك البلاصه اللي انت متوقعها، هادي هي من حيث لا نحتسب. انت خاصك غير تخدم صافي، ركزوا لي على الخدمه، مابقاوش تشوفو. وهذا هو سبب الخوف ديال بزاف الناس، خوف من الفشل. خوف الفشل شناهو؟ هو نتيجه واحد لو طرافاي، واحد بروسيسوس غديرها. دابا الفشل هو نتيجه ديال واحد الفتره او واحد اش كنقولوا بسريتش، واحد الفتره ديال العمل، وانت سوقك في النتيجه ماشي سوقك، ماشي سوقك. هادي مالها كيتبدل لها الصوت، كيهضر واحد الجن من الداخل ديالي. راه الانستغرام تسطى مؤخرا، مش كانغيستري ما كيبقاش هكا. دونك قلت لك انك خايف من الفشل، الفشل اللي هو نتيجه ديال واحد الخدمه غديرها دابا اللي انت باقي ما بديتيش كديرها. لا انت خصك السعي، خصك تحرك، تحرك الدماغ، تحرك يديك، تحرك رجليك، تخدم، تحرك عقلك، تخدم، دير شي حوايج، النتيجه على الله. دونك في هاد سميتو الثاني غادي نتعرفوا على راسنا كيف قلت لكم، حيت ما كنعرفوش راسنا. لي سال سبور حفظونا، حنا باقي ما حفظناش راسنا. في نظركم علاش لي سال سبور الواعري كيتخلصوا كاش على العام كامل، ما كيقيدوش الشهر، كيخلصوك على العام كامل. والصال واخا تكون في المقدور ديالها ولا في القدره ديالها انها تهز 300 شخص، هما كيسجلوا 2500 شخص العام كامل. علاش نظركم لاصال ما غتهزهمش؟ حيت هما عارفين ان الناس اللي خدامين الماركتينغ ديال ديك لاصال ناس دماغ، فاهمين القضيه، العقل ديال الانسان كيفاش خدام، وهذا عارفين ان الناس كلشي كتحمس في راس العام ولا في هذا ولا وسط العام، كيمشيو يتسجلوا كيحطوا العام كامل، كيمشيو شهر وكيحبسوا. السيمانه الاولى كيمشيو ثلاثه المرات، السيمانه الثانيه جوج، شي شويه كيولي يمشي مره في السيمانه، شويه ما كيجيش. فاش كيجي هذا ما كيجيش الاخر، دونك عمر ما كتلقاي هذوك 2500 كاملين، ما غيفوتش 300 اللي لاصال غتشدو. يعني لا صال حفظوا الانسان كيفاش خدام عقله، والناس باقي ما حفظوش راسهم. باقا كتظني انك كتعرفي راسك مزيان، دابا ما كنعرفوش راسنا.
كيسحب لينا كنعرفو راسنا، كيسحب لينا ان القدرات ديالنا هي داكشي اللي كنشوفو حنا دابا، داكشي اللي كديريه في الدار ولا هذا اللي جالسه كتشقى، كيسحب لها وقيلا القدره ديالها ان هي تشقى وتخمل وتجمع الدار وتنقيها وتطيب، ما عارفاش انها تقدر تعطي اكثر، وان هذا في حد كتوعينا الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين حتى انتم، ما عارفاش ان الا كدير هاد كنسميها مهنه مقدسه ديال مقابله دار وربات بيت ومقابله الوليدات دار، واش عرفتي شنو هي دار اي فيريب تشيفير ميك، انك تجي غي دار ناري التليفون غيطفى، واش عارفه شنو انك تجي غي دار بوليداتها بالخضار بالكريدي ديال مول الحانوت باش كيقولوا ليه الكريدي ديال مول الحانوت بشنو الجيران والنفاق وش كيقولهوك وش كيقولهوك وعائلتك، يعني انت الا راجلها زعما تجيري لك العدوزه وتجيري اختك وتجيري هذا، واش عارفه شنو هي هذه؟ ويلا اختي انت عندك هذه القدره، عندك 70 ودن و70 عين و70 ايد تقابلي البيبي وتشقاي تردي وديريها، واش غيغلبك بروجي توقفيه على رجليه؟ ما غيغلبكش، وبزاف د العيالات راه كيسحب لهم القدره ديالهم هي هذه، هذه هي القدره ديالهم. دونك داكشي علاش درت المحور الاول المسؤوليه، حيت كيف شفتوه هو نقطه البدايه للتغيير. الثاني المحور الثاني هو ادراك الذات باش نعرفوا شنو ما شنو عندنا. المحور الثالث غادي يكون هو ادراك الوجهه، يعني راكم عارفين دابا شير الطاكسي وقفيه وقول لي ديني غيقول لك فين، تقول لي ما عرفتش، اش من طاكسي غيقدر يديك؟ ما غاديش يقدر يديك، خاصك تكوني بعدا عارفه راسك فين باغا تمشي باش نوصلك. دونك داكشي علاش درنا ادراك الوجهه، باش دابا نحتاج معاك حصه لواحد الموضوع عمرك تطرقتي ليه. اوكي راه النمره تما ريزيرفي رونديو. قلت لك المحور الثالث ادراك الوجهه، ما يمكنش لك تزيد خطوه الا ما عارفش الهدف، ما يمكنش لك، انت خاصك تعرف راسك غادي عين دياب باش تشد الطريق عين دياب، وخاصك تعرف راسك غادي الرباط واش الرباط، غتمشي جديده باش تمشي جديده، وانت ما عارفش راسك فين غتمشي، غنقول لك فاش تحرك الطوموبيل فين غتوصل. المحور الثالث هو ادراك المعيقات، درت المعيقات قبل من الامكانيات باش ننقذوهم، حيت كلها كتكون معيقات وهميه، غالبا كاع المعيقات اللي كيعطوني الناس في الدوره او حتى في الحصص كيكونوا معيقات عدوها هنا، ملي كنطرقوا لهم الارض الواقع كيلقى في الصراحه راه ما داير ليا والو، زعما راه لا بغيت ندير راه غندير، هادشي راه ما داير ليا والو، معيقات وهميه، هذوك اسباب كيديرهم لك العقل الباطن باش ما تخرجش من الكونفورت زون، باش ما تخرجش من منطقه الراحه ديالك. عاد اش قلت لكم، المسؤوليه ادراك الذات ادراك الوجهه ادراك المعيقات، عاد من وراء ادراك الامكانيات، هنا اختي كنبداو نخرجوا الامكانيات اللي عندك باش توصلي هاد الاهداف اللي عندك، وكنعاود نقولها بزاف الناس كيصحابوا الدوره ديال تحديد الاهداف على خدمه، لا كاين اللي عندها هدف شخصي، هدف انها تحسن العلاقه الزوجيه ديالها، هدف كيف ما كان الهدف با اون فالي اون ايغا نول باغ اكزاكتومون، لا ما عرفتش فين تمشي ما غاتمشيش، وقيلا كيوصلوا لي ميساج معطلي حيت هضرت على هاد النقطه قبيله انا. فقلت لك فين وصلنا الامكانيات، كنبداو هنا نجبدو في الامكانيات اللي عندك باش توصل، التليفون غيطفى غنزل. دونك من وراها تقسيم الاهداف، دابا هنا عرفنا الاهداف ديالنا، عرفنا المعيقات وتجاوزناهم، عرفنا الامكانيات اللي عندنا والمهارات والقدرات اللي عندنا دابا باش نتجاوزو، اكتشفناه دابا غنشدو هاد الهدف بو غنقسموه طرف 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 باش ما يغلبناش، حتو كيبان لينا كبير ما غتعرفش اي واحد، جيب لي اي واحد في العالم كيف ما كان ناجح في حياته غتعطيه بروجي جديد ما يمكنش يشوف فيك هكا، كيشدو كيجي طريطيه كيدرسو كيدرسو مزيان. دونك كنقسموه على المستوى الفكري، على المستوى المشاعري، على المستوى الروحاني، على المستوى المشاعري، شنو خاصني ندير. من ورا ما كنقسموه باش نحطوه في الروتين ديالنا اليومي، كندخلو ضروري خطوه، ويقدر يكونوا بزاف الاهداف ماشي واحد، فهمتي كتشدي الاهداف كلها كتقسميها وكتدخليها في نهارك، عندك ديما واحد ساعه ساعتين حتى ربعه خمسه السوايع كتخدمي فيها على هذا الهدف، وتخيلي معايا كل نهار كتخدمي خمسه السوايع على هذا الهدف ولا ساعه ولا ساعتين،
من هنا العام شوفي فين غتكوني وصلتي. الا كنتي هنا في زيرو غتوصلي لثلاثة، الا كنتي كتعطي جهد كثر وهذا وكتخدمي دماغك كثر غتوصلي سبعة، العام اللي من وراه من سبعة غتوصلي عشرة، او لا في عام غتوصلي لثلاثة، العام اللي وراه غتوصلي ستة، العام اللي وراه وصلتي عشرة. في 3 سنين وصلتي للهدف اللي كان كيبان لك كبير وزعما ما غاديش نقدر ديفيسيل اتاندر، كيولي يجيك قريب. شنو قلنا؟ صوت قهوتي بقات هنا بردات فاش كنت كنقرا. تقسيم الاهداف هو المحور السادس، غندوزو من وراها غيكون في الدوره المحور السابع اللي هو تنظيم الوقت. غنعطيكم واحد البروغرام، ماشي بروغرام غنديرو لكم انا باش ما تفهموش غلط، غنعطيكم الاساس الخطوات اللي خاصكم تتابعوا باش توجدوا لراسكم بروغرام مناسب ليكم نتوما اللي عندكم القدره انك تطبقيه نتيا، حيت ما يمكنش يعطيك بروغرام حيت نتيا ولدك كيخرج مع 4 من المدرسه واخرى كيخرج مع 6 اخرى ما عندهاش ولاد، يعني عندها نهار خاوي كامل، الاخرى عندها راجلها كيخدم في الليل وفي الصباح كيكون في الدار، دونك عندها روتين مختلف. نتيا عندك راجلك كيخدم بالنهار وكيجي في الليل، وحده كتقرا وحده ما كتقراش، وحده خدامه وحده ما خداماش. دونك ما يتسناش مني شحال، وكنقولها ديما راه عمرني غنعطيك بروغرام مع 8 ديال هادي ومع 2 هادي، هادشي راه ما كاينش. وشتي ما يكونش عندكم قاعد الاختلاف كلكم يكون عندكم نهار بحال بحال، عاوتاني ما نقدرش نعطيكم بروغرام حيت كل واحد عنده قدرة على واحد الشكل. كاينه اللي كيعجبها الخدمه في الليل، كاينه اللي كترتاح في الخدمه في الليل، هكاك الانسان اللي ليه، وكاينه انسانه صباحيه كتبغي تصلي الفجر وتبدا توكل على الله. واش فهمتوا؟ انت ماشي هي انا وانا ماشي هي انت، حتى حد ما هو 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 واحد اخر، دونك كل واحد القدره ديالو كتختلف. داكشي علاش كنعطيك شي جوج مضاربين البنات نعلو الشيطان، نعلو الشيطان، تقوا الله تقوا الله، الله يسامح الله يسامح الله يسامح اخيت. دونك قلت لكم ما يمكنش نعطيك بروغرام، كنعطيك خطوات اللي على هذاك الاساس غادي تنظمي وقتك. غتاخديهم بعين الاعتبار والنقط اللي كيتادابطاو مع كلشي. وناويه البنات نزيدكم فقره، بما ان باقي حتى 29 عاد كاينه الدوره نهار 29، ناويه نزيدكم شي فقره، باقا كنفكر لها شنو الفقره اللي نزيدكم. تتقولوا لي البنات والبنات الله يهديكم ضاربين جوج. ملي غنساليو تنظيم الوقت غادي تجي توازن بين الاخذ والعطاء، وهي الثامنه المحور الثامن. ديال الاخذ والعطاء من وراها غادي يكون المحور التاسع ديال القيمه والمشاعر وراء الهدف. خاصنا نتعرفوا على القيمه اللي دافعانا باش نوصلوا لهاد الاهداف. صافي عرفت اش غنزيدكم في الدور. يس غنوطيها باش ما ننساش. شوف شوف جاني الالهام والله. يلا اليوم فقط كنفكر غندير لكم واحد التكنيك ديال الهوليستيك. واش ندير لكم دائره الحياه او لا غندير لكم كيفاش تعرفوا على القيم ديالكم في الحياه؟ التمرين غنطبقوا معكم. لا هذاك ما نقدرش نطبقوا مع كلشي دقه واحده، ما يمكنش هذاك كيبغي يكون فاس فاس واحد. غندير لكم بلاتي في بالي في بالي في بالي جاني في بالي جاني في بالي سميت وكوياك تعرف باش ما ننساهش. راسي مع عمر بزاف ديال الخدمه وهذا دغيا ننسى، انا الا مكتبتش دابا شويه ننسى نكتب بعد نقرا لي كومونتير. شتو كنت غنسى كنسى في لي كومونتير كنسى. J'ai une forte dépression et je veux vraiment qualité de vie.
إذا كانت عندك اون فورت ديبرسيون خاصك تمشي عند بسيكولوج ضروري، يعني ما يمكنش تقلب على الكاليتي دو في وانت اصلا نورمالمون اكتئابي، كيولي بالك كلشي ظلمه، الحياه ظلمه، يجيبوا لك 100 مليار قدامك ما غتفرحكش. الا كنتي باغا راجل يجيبوا لك راجل من ذهب باش يتزوجوك ما غيفرحكش. لا ميسيون دو في، او حسيتي بيا كنت غندير لكم ليكزرسيس ديال لا ميسيون دو في. او باش عرفتيها؟ واش قلت انا البنات ونسيت؟ غندير لكم تمرين ديال لا ميسيون دو في. تعرف انا الوظيفة او الرسالة في الحياة انا كنسميها وظيفة، ماشي وظيفة، عندها واحد غريف، السبب علاش جيتي الحياة، واحد التمرين واعر، وهذا يقدر يكون بيرسوناليزي. غنديرو دقة وحدة مع البنات كاملين، غنعطيهم واحد 15 سؤال اساسي كلهم غيجاوبوا على لا ليست كامله، وغيشوفوا شنو النقاط المشتركه، وغيخرجوا واحد الجمله ولا جوج ديال شنو علاش هما جاوا لهاد الحياه، الهدف ديالهم. من بعد غادي نكتب ميسيون دو في، كنقلب عليها بالعربيه ما لقيتهاش، قولي رساله. من بعد عاد شنو تكون عارفه راسك انت، عارف لا يجي لهاد الحياه، ما تبقاش مدرم، ما غتبقاش مدرم. بزاف الناس اللي ما عارفينش راس المهمه ديالك في الحياه، الله يرضي عليك اخيت، الله يرضي عليك. ولكن البنت اللي كتبتها ليا قبيله قبل ما نقولها انا باش عرفتني، البنات والله حتى غنبلوكيكم، هذوك الجوجات اللي مضاربين كيكتبوا لكم بنات نعلو الشيطان، بغيتوش نعلو الشيطان، غنبلوكي، حنا جايين نستافدو هنا. كتعجبني كتفكري دائما جديد وكتجتهدي في حياتك، الله يحفظك. امين حبيبه. عادي اللي كتكون عندهم طاقة متناغمة كيقراو أفكار بعضهم بالتلفاتي. أنا ما وصلتش لهاد الدرجة أختي، أنني زعما ملهي، حيت أنا مكنعرفكش، مازال التخاطر وي كنآمن به التخاطر. كنتفكر واحد اللقطة وقعت ليا مع ماما نهار قبل ما تموت، هكا كتشوف ليا في عيني كنسمع أش كتقول، بيان سور ما كتحسيه، هكا دارت ليا شافت فيا هكا، وانا عيني حنا كنبكيو برا وكندخلو باش ما تشوفناش، عينينا باينين حمرين. ماما ما بقاش عندها الميميك في وجهها، الغريماس ما كاينش، هكا كتضحك ما والو، ما كاينش لا ميميك ديال الحزن لا ميميك ديال الفرحه والو. وهي دير ليا قالت ليا انا اللي قلتها، وقولي لنا كيفاش قلتيها اختي، حيت انا اختي مش وافه كنضحك، وانا نقول ليها شفت فيها هكا. وكانت خويا اسامه اختي كنزه، وماما كتهضر قدامهم باش تخلعهم. قالت لهم ما تبكيوش هادي، وماما كانوش كانوا حابسين دموع، غنكون بخير ما يوقع والو نهار قبل ما تموت. وانا فهمت تما اصلا، كنت فاش خرجنا هادي خرجوا الدراري وكنت انا وخالتي، كانت ماما كديرها كنهزوا لها راسها كيعاود يطيح، طاح لعنا ولا ما عرفت كيفاش كيقولوا لها. تخيلوا فاش كانت كديري مكا وكون عارفاها صافي غاده، واصلا ولات بحال التلج بيضاء، وبابا جالس كيكذب علينا باش ما نتخلعوش، كيقول لنا لا راه حيت الدم ما كاينش في الجسد راه غيركبوا لها السيروم ديال الدم وزعما الخنشه ديال الدم. المهم وانا ندير لها هكا، شوفوا اللقطه ديال التخاطر، نفوت لكم الديتاي غنبدا نعاود ندخل سميت. هي تقول لي ماما كانت لا مال، الحمد لله درت لها هكا بعيني اللي كنقول في بالي هي هكا صافي غاده ماما، دابا مقدرش ندير عرفتي، درت لها ديك واحد واحد مهم ديك الساعه هي فهمتني، انا فهمت، هضرنا بلا ما نهضر قدام اختي وخويا، درت لها بعيني هكا ديال صافي غاده ماما وصلنا لافا. ويدير ليا تخيلوا ما كانش كدير لي غريماس، او كانت فكرك، درت لي واحد الابتسامه، درت ليا زعما صافي بنيتي وصلنا للنهايه، عرفتوا بواحد راه ما تخيلوش تقولوا سمعتها في ودني، كتقولي صافي بنيتي وصلنا النهاية، هكا سمعتها وانا عارفة ماما فهمتني وفهمتها، عارفة فهمتني وفهمتها. اي الله يرحمه ويسعده، قسما بالله تخاطر كان هذا، هذا هو اللي كيسميه التخاطر ديالك، تفهمي واحد من عيني، هذا هو اللي كيوقع فاش زمان فاش كانوا الناس كيبغوا بعضياتهم، داك الحب الصادق، حيت بزاف كيجيو من التخاطر. صافي بركة بكيتين، انا ما بكيتش، انا اللي كنعرف نتحكم في مشاعري.
نكيتيني والله. قلت لكم شحال هادي كان داك الحب الصادق. هي فين كان السيد كيشوفها وهي كتشوف فيه وما كيعجبو بعضياتهم ولا كيبغيو بعضياتهم؟ راه ما كاين لا هضره، عمرو هضر معاها كيزعمو كيجي للدار متاكد انها باغاه، ولا هضر مع شي حد كيقول لك نبغي وكتبغيني، باش عرفتي تخاطر. حيت بزاف الناس كيجيو من هادشي السحر اش من تخاطر، لا كاين تخاطر، كتفهم كتوصلك طاقه داك الشخص، كتلقاه كيشوف فيه تشوف فيه ويضحك تشوف فيه يحشم انا، هذا كيوصل الميساج بالعينين. كتقدر تقول لي اجي لدارنا بعينيها، زعما اجي لدارنا وصافي، اجي خليتيني نتسنى، فهمتي؟ التخاطر ممكن يوقع، ماشي شي سحر ولا شي حاجه، واو تخاطر عادي. شنو هو التخاطر؟ هو هذا اللي قلت لك، والتخاطر حتى هو داخل. بعض المرات مني بعض المرات كتكوني جالسه كتبغي كتي تسطي كتقول لك عيط ليا عيط ليا على راجلك ولا هذا، كيصوني عليك في البلاصه كيكون بحال سمع في ودني. كتكوني في الدار جالسه كيقول لك راجلك عيطتي عليا، كتقول لي لا ما عيطش لك، ولكن انت كتكوني ديك اللحظه كتفكري في شي حاجه بخصوصه. التخاطر فيه بزاف الانواع، ماشي شي حاجه اللي واو غريبه ولا شي حاجه اللي كاينه، غتكونوا كلكم عايشين شي لقطه ديال التخاطر. انا ما عرفتش دابا بقات لي غنكون عايشه، بقات لي هاد اللقطه ديال ماما، ديال ماما وصلنا لافان صافي، الموت هادي اللي داخلك يا بنيتي وصلنا النهايه، هكا سمعت اه بنيتي وصلنا النهايه، الله يرحمه ويوسع عليها يا ربي فضل ما بغات الرحمه. عاوتاني هاد اللايف الثاني اللي غنذكر فيه ماما دابا شي 5 ايام ذكرتهم، بغات الرحمه ترحم على، والله يرحم جميع الاموات ديالنا يا رب يا رب، والله يخلي لكم والديكم الى باقي الحيين. دونك غنزيد لكم صافي، قلت لكم محاور كاملين في الدوره، غادي يكون واش التخاطر داخل فيه انك كتعيط لشي واحد في التليفون كيعيط لك في نفس الوقت، وي كتشدك اوكيبي هو كتشد اوكيبي كتعاودو المره الثانيه ولا هادي، اولا كتصيفطو ميساج دقه واحده، اولا يلاه كتشدي باغا ديري ليه باش تعيطي يلاه غتوركي على كيصوني لك هو كيطلع لك كيصوني، بزاف الحوايج. المهم انا كنتفرج فيك وطافي يدو كيتبدل لك الصوت، كنت بورش الله يهديها انستغرام. شنو قريتي حتى تبدلتي يا ماجدة؟ سيري اللايف اللي لابسه فيه انا واحد الجاكيطه ديال الجلد، القرايه كتبدل بصح، ولكن هذا هو الوجه ديالي اللي عمركم ما شفتو في الاصل. انا من ديما كنت انسانه هكا، ولكن الخدمه ديالي في يوتيوب ما كانتش انني نوعيكم، الخدمه ديالي كانت هي بارطاجي معاكم الحياه السامبل ديالي، انا كنضحك انا خارجه مع راجلي انا كنشقى انا كنبارطاجي معاكم غوسيت اكسيتيرا، داكشي حيت الخدمه ديالي ما كتستدعيش انني نوعيكم، دونك ما كنتوش كتشوفوا هادشي اللي انا واعيه به، سينو راكم كنتو كتشوفوني كنقرا كتبه ديما من اول نهار جيت، فاش كنت في انطاليا فاش كنت في المغرب لي فلوغ لي باقي راه واحد الفيديو في يوتيوب قلبو كتبو ماجدة غوماني كوتش، غتلقاوه كوتش افيك سي او ا سي اش، غتلقاو فيديو عندي 16 عام كنهضر لكم على العقل الباطن. من ديما ماجدة هي هادي، غير هو ديك الساعه في يوتيوب انا ما كنتش كندير هاد الخدمه باش غادي تشوفوا هاد الوجه، هاد الوجه يلا شفتوه دابا، فهمتي؟ بيان سور زدتو عيد تبدل تجارب الحياه، الزواج كبرت التجارب الخايبه، الوفاه ديال ماما كيقصحك كيزيد يكبر كيزيد يوعي كيزيد ينضجك 70 عام 20 عام اون افونس، فهمتي؟ دونك كيوقع ليا تخاطر مع راجلي واخا ما فاهمينش كيفاش، ماشي ضروري ماشي ضروري تكون كتبغي هاد الشخص باش تخاطر معاه، كي تكوني شي وحده ما كتحملهاش كتعطي السم بعضياتكم بالعينين، هي فاهماك ما حاملهاش، انت كتقولي لا اخ دابا نورجيك لا مخرجش لك لا خدمتك راني ما سميتيش فيها، وهي هي كتقول لك انا اللي غنصيفطك بعينها، وكتحسي بيها كتهضروا بالعينين، ماشي بالضروره تكوني كتبغيها اولا كتبغيو بعضياتكم. ما حتى طريقه الكلام تبدلات مجدة، كيفاش تبدلات؟ عافاكم شرحوا لي كيفاش كتشوفوا التغيير. غنقول لكم واحد القضيه، فاش بديت يوتيوب كنت كندير تياتر وكنت كناخد كنقول لكم ديما الدور ديال الشعيبيه، وكان حماق عليه لحد الان بقى كنديرو مع صحاباتي، شكون كنضحكو انا خويتي وغندير خويتي وهادي. في يوتيوب كنت في الاول كنهضر عادي وكان كيقول لي فك تبع كيك فك تبع صيص، ابري قلت ليهم بديت كنضحك معاهم عادي هكا
صافي بغيت نهضر هكا غنهضر هكا. الناس اللي قدام عاقلين على هادشي، عرفتي الفيديوهات ديالي الاولين كيفاش كنت كنهضر هكا، وجيت انا كنتصدم في راسي وكان صوتي رقيق، وانا نبدا معاهم انا خويتي وانا خويتي وانا هادي وانا خويتي، هذاك الدور ديال الشعيبيه. قالوا لي ماشي داك قلت لينا بالضحك، هادو عجبنا عجبهم هذيك الفيرسيون ديالي ديال شويه الفكاهه، حس فكاهه والضحك والنشاط، كيتفرجوا في الروتين وهما ضاحكين ناشطين وكيستافدوا من لي غوسيت وهذا. وما يقول لي ديري تقدري تشاركي من الدور من الجزائر، ونقدر انا نشارك الدور من الجزائر. وي تقدري تشاركي. شوفي اصلا كاع البنات اللي معنا راه غتشوفوهم الا دخلتوا الدوره، كلشي فرنسا ايطاليا المانيا لندن، بزاف البنات من برا، اغلبيه اللي بالدوره كنقولها حيت تاثير رهيب ديال برا. الناس برا باش كيمشيو لبرا كيشوفوا الثقافه ديال هذوك الناس، حيت هذوك الناس كيامنوا بالكوتشين، كيامنوا بالتدريب النفسي، كيامنوا بان كل انسان خاصو مونطور ولا كوتش يدعمو في الحياه. بيان سور اللي عنده قدره ماديه كياخذ واحد الكوتش كيتبع مع حياته، اللي ما عندوش اصلا وما في الشركات في الخدمه وداكشي كيكون الكوتشينغ. راه حتى في المغرب عندنا وقيله في لي بانك وداكشي كيجيبوا لهم لي كوتش للخدمه. وي وي كاينين. دونك اغلبيه الناس اللي كيجيو عندي، زدت اكتشفت هذه القضيه، اغلبيه الناس اللي كيجيو عندي كلهم من برا، قليل من برا كنخدم مع الناس من برا. مجد اللي في نفس درجه الوعي ديالك كان كيفهمك واخا ما شافش الطرف الاخر ديالك. فراسك بزاف الناس دابا كيهضروا معايا كيقول لي مجد كنا متبعينك، ما كنا كنتبعوك وكتجينا هكا كيوت، كانت شي حاجه كتلمسنا فيك. حتى دابا عاد هضروا معايا وكيقول لي انا من ديما وانا كنامن بهذا الشيء وكنت كنحس بك حتى انت كتامني بيه. طاطا فهموني كيف قلتي نفس التردد، فهموني واخا ما كنتش كنهضر في هذه المواضيع. وكيجي يهضروا معايا دابا وكيقول لي احنا من ديما عارفينك ما تبدلتيش وهذه هي انت وهذه، ولكن كنتي كتضحكي بهذيك الطريقه هذيك، ماشي انت، ماشي هي مجد الاصليه. مجد كنتي عفويه وحنا حبينا فيك العفو. ما كنتش عفويه، كنت كنضحك معاكم. دابا ما بقيتش كنضحك، وكنت كنضحك صاحبتي من الصباح وانا كنضحك، ما بقيتش كنضحك بالطريقه ديال شحال هادي. ديما ديك الساعه ما كان هم ما كان والو، فهمتي؟ كنت كنضحك بزاف، كل شيء هضرتي ضحك. شنو الكتب اللي قريتي ديال التوعيه الذات؟ واش اختي درتي شي فورماسيون كوتشينغ؟ الكتب قريت بزاف، عندي هنا مستفين دابا نحطهم ليكم. بالنسبه لي فورماسيون درت قريت في ايكول في المغرب العام اللي فات، من وراء درت واحد الفورماسيون خديتها من واحد السيت، واحد السيت ديال اوروبا فيه كاع لي فورماسيون كاع لي فورماتريس وداكشي كيحطوا الدورات ديالهم تما خديتها. ابري دابا دخلت المنظمه العالميه ديال اي سي اف، اول منظمه دارت الكوتشينغ في العالم قبل من 1900 وداكشي في التسعينات، كنقرا فيها الكوتشينغ اللي مرخص عالميا، وفيها واحد الفرع اللي كنقراه دابا، غادي ناخذ 3 ديبلوم من الجامعه ديال اي دي تي بي ديال علم النفس تركيا. يعني 3 ديبلوم من جامعه ديال علم النفس من لافاك، وخمسه ديال لي ديبلوم في مجالات مختلفه من الكوتشينغ ان ال بي، هادي ديال العلاقات الكارير طاطا من المنظمه العالميه ديال الكوتشينغ الاي سي اف. هادشي اللي قريت، ولكن مازال غنقرا، غنبقى في الاي سي اف بالحق، عجبتني اي سي اف بزاف. ديك الدوره اللي خديت في المغرب ما كانتش سوفيزونت، يعني مزيانه ولكن كنت انا فايتاها، انا واعيه بزاف عاد دخلت لها، دونك جاتني ماشي كافيه داكشي انا كنت عارفه. مازال هادي كتزيدني شي حوايج، كتزيدني شي حوايج، ماشي اي منظمه امريكيه واعره. صافي قلت لكم البنات تليفوني 3%. اخر موديول عندنا هو ديال البرمجه اللغويه العصبيه الان ال بي، غادي يكونوا فيها 4 ديال لي تكنيك، قلتهم ليكم واقيلا نسيت، قلتهم ليكم واش قلتهم ولا لا؟ واحد ديال تنظيف المعتقدات الغير خادمه باش نوصلوا لهاد الاهداف، واحد ديال التصالح مع الذات، داك التضارب اللي عندنا الداخل، داك الصوت الداخلي اللي كينكدها علينا ويهبطنا لتحت فيما نحلموا بشي حاجه كيعاود يرجعنا للور، و واحد ديال الموتيفاسيون داخليه ماشي خارجيه، الموتيفي والعقل الباطن، حيت كندير واحد الحركه وداكشي باش كنحبسوا التفكير العقل الواعي كنبلوكيوه كنبرمجوا العقل الباطن ديريكتومون.
على واحد ربعه المسائل اللي انت باغاهم، كل وحده غتختارهم الراسه. مثلا وحده باغا السلام، الهدوء، الحب، الغرام. وحده باغا ديسيبلين، النجاح، المال، الحب. كل وحده غتختار ربعه الحوايج باش غتبرمج مخها ليهم. وحده ديال تغيير السلوك والمعتقدات، السلوك والعادات الخايبه اللي غير خادمه ليها. ابخي غندير معاهم باش يعرفوا هدفهم في الحياه، او لا الميسيون ديالهم في هذه الحياه. غيكون واحد التمرين رائع، غيخرجوا هما عارفين شنو هو نقطه التركيز ديالهم اللي خاصهم يركزوا عليها في حياتهم. قرايتك عليها ليك ماجدة، كنتي عفوية أحسن من هادي عن النفس. ما فهمتش زعما قرايتي اللي بدلتني. ممكن شوفوا التجربة كتبدل. ما تنساوش واحد الحاجة، حنا كنتبدلو، نقول لكم كنتبدلو فاش كنوصلو 10 سنين، كنبداو نحسو بجنيباتنا، كنتبدلو من ورا 20، كيجلس الكاراكتير ديالنا في 30 عام، يعني باقي غتشوفوا التغيير. كتلقاي لي برينسيپ ديالك اللي لا ما غيتغيروش. دابا حنا باقي كنتبردو، نهار نوصل 30 عام عاد نقول لكم هذه هي انا مجدة. عاد كتوليش باغي في الحياه تماما، عارفو عاد كتولي عارف لي برينسيپ ديالك اللي ما يمكنش لك تخلى عليهم تماما. 30 عام عاد كيجلس هادشي، دونك مازال غتشوفوا التغيير. حنا كننضجوا. واش مجدة ديال 12 عام، ديال 16 عام، ودير 18 عام نقولوا يلاه جيت لتركيا ما مزوجه ما والده ما هادي، ماشي فوالو في حياتي، يلاه خارجه من المدرسه جايه. واش هي مجدة اللي عندها وليد عنده 4 سنين ودار دارها وزدت المسؤوليه على 18 عام وعشت بزاف الحوايج هنا في تركيا؟ ها ولدي طاح من البالكون، ها ماما توفات، خويا في الحرف، بزاف ديال الحوايج عشت. الغربه 5 سنين وفات، باقا كنقول انا 5 سنين الكره فاتت، يعني راه ماشي نفس مجدة، ماشي نفس مجدة. للإنسان بعد كل 7 سنوات كتكون عنده نقلة نوعية في كل أصعيدة. وي نوعا ما، ولكن حنا كنقولوا عامة كل 10 سنين، 10 سنين كيكون التغيير. دونك لي تعريف ديال الدورة، الدورة غادي تكون فيها 3 سوايع. تقدر دوز تكثر، حيت المره اللي فاتت درنا فيها 3 سوايع ونص، حيت كاع الناس كيسولوا وانا وعدت راسي ان اللي غيسول شي حاجه فين ما كانت غادي نجاوبه، واخا كيكون خارج اطار الدوره. حيت المهم لقات فرصه باغا تسول، باغا تعرف مزيان. دونك هاد النمره اللي حاطه لكم لتحت تواصلوا معاها. كنحق عليك اول مره نشوف اللايف، بصح راه كاينين بزاف لي لايف سميتو تشدي بهم السهرة، أو لا بالنهار تكوني كتشقاي ديريهم. كنت راح نفوت من بعد جبتيني كملت تبعتك. خليك ليلي هي وقيلا بنتي، يلا شوفوا تليفوني 2%. وقيلا أول مرة تدخل، مرحبا بك كبيدة. دونك قلت لكم هاد النمرة اللي كاينة لتحت، غادي أنا شرحت لكم بروغرام كامل ديال الدورة. صيفطوا لي ميساج في واتساب، هي انجوانيابل في العادي، تقدروا تعيطوا عليها غير سيغ واتساب. غتعطيكم لا غير صيفطوا ميساج في واتساب، غتعطيكم بروغرام كامل ديال الدوره، لي طاريف ديال الدوره، كونفيرمي معايا التسجيل، حيت الاماكن محدوده ماشي مفتوح التسجيل هكاك. غادي تكون نهار 29، 3 سوايع، تقدر تكون تكثر 3 سوايع ونص على حسب سميتو البروغرام واش غنساليوه. غيكون معنا شحال من جروب على حساب البنات شحال تسجلوا، تبارك الله تسجلوا بزاف، دونك كنفرقوهم لدي جروب. نهار 29 كاين اللي غيكون صباح، كاين اللي غيكون عشيه. كاين واحد الاحتمال كبير اننا غنزيدو الجروب الثالث نهار 30 في الشهر. السلام عليكم، كنبغيكم بزاف. اي معلومه من هاد النمره سكرينيوها وانا نخليها لكم دابا ايبانغلي في كومونتير. دوره جماعيه وي الجروب، ما يمكنش يفوت 20 بنت، تكون 20 بنت باش نقدر نهضر معاكم كاملين ونسولكم ونقادو المواضيع اونصومبل. السلام عليكم، اجيو دابا نلقاكم في الكومونتيرات، انا اونجيستري لايف دابا نلقاكم في الكومونتيرات الخائنات. بسلامه.